هنروح دلوقتي لفقرة الأبراج ونشوف الرسائل اللي بيقولها لنا كل برج مع خبيرة الأبراج الأستاذة سونيا الحبال. أهلا بيك يا أستاذة سونيا، يومك سعيد. صباح الورد والفل والياسمين على أجمل يوم سعيد. صباح الخير يا أستاذة سونيا، ونبدأ بأول رسالة لبرج الحمل، أخباره إيه النهاردة؟ يلا نبتدي. برج الحمل، احذر من يستفزك اليوم وكن هادئا ولا تكن انفعاليا. حاضر. تمام. هم اصلا برج الحمل ناس هاديه يعني؟ لا هم مش هاديين، ده برج خالص. ناري. ايه ده؟ لا هو اتقي شر الحليم. يعني لما بيجي الحمل بقى يبان هادي، لكن لو ساعه الغضب بيتحول. لا ربنا ما يجيبش غضب ان شاء الله يا رب. برج التور. اما برج التور، تتحفز لعمل ما او انجاز حلم طموحك يتحقق ان شاء الله. ربنا يحقق كل احلام. أما الجوزاء، حالة استشفاء واستقرار وتوازن تساعدك اليوم. السرطان. أما السرطان، سعادة واكتمال أمر وإنجاز وتحقيق المسؤولية. كويس، السرطان والجوزاء النهاردة أجازة ويعملوا اللي نفسهم فيه. هو الموضوع أسري معهم النهاردة شوي. الأسد. أما الأسد بقى نعتبره إنذار. احترس، هناك من يريد استفزازك أو ضررك، فالاسد لازم يخلي باله النهارده. ده زميل بقى، يعني الاثنين فيها استفزاز، انا والاسد او الحمل والاسد. الابراج الناريه النهارده. خلاص. احمد بيمثل برج الحمل كلهم من خلاص اول يوم لاخر كل يوم. ايوه ينصحهم. برج العذراء. اما العذراء، انسجام واستشفاء وانهاء امور معلقه. ده انسجام بقى يعني. اما برج الميزان، بداية جديدة تشعرك بحالة من السعادة. طبعا بداية جديدة على جميع الأصعدة، أنا بقول ده بشكل عام لأن كل واحد أكيد البداية اللي عنده جديدة بتختلف عن الآخر. طبعا. بداية دراسة، بداية امتحانات، بداية لا ممكن بداية جديدة، بداية شراء سيارة جديدة، بداية بيت جديد، في أي حاجة شغل جديد، علاقة مع حد جديدة، صداقة جديدة. ده جميل. المهم ان هو يوم حلو على المهم يسعد بفرحه البدايات. ايوه. لا بلاش فرحه البدايات، اصل فرحه البدايات ليها على حاجه ثانيه، ليها خزان النهايات. لا يسعد بفرحه البدايات وتستمر معايا. مش قصدي حاجه، انتوا ليه خدتوها؟ ليه خدتوها ان انا واخداها في المنطقه دي؟ هي دايما عشان الاكسبريشن ده دايما بيتقال. لا بس هو يعني فرحه البدايات ويكمل يعني ان شاء الله، ويفضل مبسوط دايما. الميزان يعني يا رب حبايبنا الميزان. العقرب. اما العقرب، تردد وحيرة الاختيار بين أمرين، خذ وقتا كافيا للاختيار المناسب. يا رسالة كبيرة أوي النهاردة. ماشي، ربنا معاهم بقى في الاختيار. أيوه. برج القوس. أما برج القوس، تستخدم ذكائك لإدارة أمورك المالية بدقة اليوم. القوس جاي له مال وشكله هيفكر فيه بشكل عملي، يعني بيفكر للمستقبل وحاجة ليه هو مش لحد. طب يعني هو جاي له مال، حس المبدأ جاي له مال. بس هو طب مش خليها في دي كويس، مش هيدي لحد، هو بيخطط لمستقبله بقى، بيشوف حاجة عملية للمستقبل، يخطط حلو ويبقى دقيق في اختياره علشان الفلوس ما تروحش منه. ايوه بالظبط. يعني يبقى حريص كده وهو بيخطط يعني. بالظبط. الجدي. الجدي، هناك من يريد إفساد شراكتك سواء العاطفية أو العملية، انتبه. في طرف ثالث النهاردة مع برج الجدي ولازم يخلي باله. تمام. برج الدل. أما برج الدلو، الحصول على مستحقات متأخرة وتستعيد حقوقك مرة أخرى. الحوت. كويس. أما الحوت بقى، انتصار ونجاح وفوز، تستعيد قوتك ومكانتك مرة أخرى. أيوة بقى البرج بدأ بقى وأيامهم وينبسطوا بقى. كل يوم رسالة حلوة لحد البرج بتاعهم. كل يوم المفروض بيجي لهم هدية. يعني كل سنة وهم طيبين أصحاب برج الحوت ودايما سعداء. وشكرا على رسائل حضرتك الإيجابية دايما اللي بنسعد بيها معانا دايما في يوم سعيد. شكرا أستاذة سونيا الحبال.